ناس كتير بتعاني من التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الجيوب الأنفية وما بتبقاش عارفة تميزهم ازاي ما بينهم وما بين الدور البرد. النهاردة عاملين ريفيو حلوة قوي عن ديكانست اللي هو المفروض للحساسية والاحتقان احتقان الجيوب الأنفية، بس هو ليه استخدامات كتير جدا، وده اللي خلاني اعمل الريفيو ده النهاردة عشان اقول لكم كل استخداماته وتقدروا ان هو تستفادوا منه لو عندكم، او ان لو حد صادف وجابه، او لو حد ما عندوش وحابب ان هو يجيبه يعرف ايه مميزاته وايه عيوبه. تمام. والناس اللي عندها حساسية في الجيوب الأنفية فده هينفعهم جدا جدا جدا، في بجد مميزات حلوة قوي، وده اللي هنعرفه من خلال الفيديو. عايزين بس نعرف قبل ما نبدأ ايه الفرق ما بين الحساسية بتاعت الجيوب الأنفية وما بين دور البرد العادي. أول حاجة، دور البرد العادي لما بيجي للشخص بيجيله بإيه؟ بيجيله باحتقان في الزور، بيجيله برشح، بيجيله كمان بألم في الجسم، بيجيله بسخونية. ومجرد ان هو يبدأ ان هو يشرب سوائل او ان هو يبدأ ياخد برشام، يبدأ ان هو الدور ده يبدأ يقل معاه ويبدأ ان هو يخف خلال كام يوم، يبدأ انه يرجع لطبيعته. اما بقى الفرق ما بين اللي هو بقى الحساسيه نفسها اللي هي بتاعت الجيوب الانفيه ودور بقى الرشح اللي هو العادي، ايه الفرق عشان اعرف اميزه؟ الحساسيه لما بتيجي لشخص يبقى عنده حساسيه بيبقى طبيعي جدا، ما عندهوش حاجه، بمجرد ان هو يشم اي ريحه برفان، اي ريحه تراب، اي ريحه توابل، اي ريحه اللي هي من الروائح اللي هي الدخان، الحاجات اللي هي قويه، بيبدأ ان هو يعطس كتير جدا، ويبدأ ان هو يتخنق ويحس ان اكن في الانف بتاعته اكن محشور فيها تراب كتير قوي، واكنه ويبقى مخنوق ومش عارف ياخد نفسه، ويبقى عايز يتنفس من بقه، ويبدأ في المرحلة دي سقف بقه يبقى وجعه، وكمان يجيله صداع نصفي في دماغه يبقى مصدع وصداع نزل على عينه مش قادر يفتح عينه من كتر الصداع ومن كتر الألم ومن كتر ما هو حاسس ان هو مخنوق، بيبقى مش عارف يتنفس وبيبقى متضايق جدا ويحس ان نفسه مكتوم وبيبقى مش عارف يعمل ايه، وكأنه تراب واقف جوه انفه، ويبقى فيه رشح بقى وسيلان ما بيوقفش. يجي ياخد هنا برشامة من البرشام العادي اللي احنا بناخده في البرد، يفضل ياخد كذا يوم كذا يوم وبرده الرشح ما بيقفش، يفضل شغال معاه وسقف بقه ووجعه، ويفضل يشرب في سوائل والكلام ده، والدور ما بينتهيش، يفضل اسبوع اتنين يلاقي الموضوع هو ويفضل اللي هي مراخيره دايما فيها رشح رشح وما بيقفش. غير بقى الدور البرد عادي، مجرد ان احنا ناخد مسكنات او ناخد علاج يوم او التاني بيبدا اللي هو ايه الموضوع يرجع طبيعي. فده اللي بيفرق، ان هو الواحد اللي عنده حساسيه في الجيوب الانفيه مهما اخد ما بيقفش معاه الا علاج الجيوب الانفيه بس اللي بيجيب معاه نتيجه، غير كده اي علاجات تانيه ما بتجيبش معاه نتيجه، وبيفضل متضايق ومش عارف يعمل ايه. فده عشان تميز هو دي اعراض اللي هي الحساسيه بتاعه الجيوب الانفيه. وممكن كمان تبقى قاعد في مكان دفى ويطلع لمكان ساقع تلاقي نفسك تقعد تعطس كتير وتلاقي الانف سالت، ويبدا من هنا برده نفس الدور بتاع الجيوب الانفيه. تمام. برضو لو نزل في الشتاء في اي شويه شتاء شويه هوا يلاقي برضو مراخيره مش قابله، ويبدا برضو صدره يقفل او مراخيره تقفل، ويبقى عايز يتنفس من بقه، ويبقى سقف بقه اللي وجعه يا جماعه مش زوره نفسه، سقف بقه بتختلف، سقف البق واللسان بيشد، تلاقي لسانه شادد عليه وتحس وناشف، وتلاقي سقف البق هو اللي وجعه، انما في دور البرد العادي بيبقى الزور هو كله اللي وجعه. تمام. يبقى احنا كده عرفنا نميز ازاي ما بين الدور البرد العادي وما بين اللي هي حساسية الانف او التهاب الجيوب الانفية. طيب ايه بقى دي كانست اللي انت جايبه لنا النهاردة؟ اولا دي كانست ده شكل العلبة بتاعته، بيبقى فيها 20 قرص، يعني فيها شريطين، الشريط فيه 10 اقراص، وده شكل الشريط من جوه. العلبة دي بتتباع ب18 جنيه، وفي ناس بيبيعوا ب17 جنيه. وعايزة تجيبي شريط مش تجيبي علبة عادي، مفيش اي مشكلة، بيبيعوا بالشريط. تمام. اهو هنا كان بتتباع اهي زي ما شايفين ب18 جنيه مكتوب عليها. الديكانست ده وظيفته ايه اصلا الاصليه؟ وظيفته ان هو بيعالج الجيوب الانفيه وبيوقف الرشح وبيوقف اللي هو العطس الشديد، يعني الواحد قاعد بقى يعطس كتير قوي، بيبدا ان هو من اول برشامه بيبدا يوقف الرشح بتاع الانف، وبيوقف كمان العطس، وبيبدا يعالج التهاب اللي هو سقف البق او البق عموما او الزور، بيبدا بقى يعالجه، بيبدا كمان يعالج احتقان الانف، وكمان بيعالج الزكام.
فهنا اول ما بيتاخد بيبدأ ان هو يقضي على سيلان الانف ويقضي على العطس ويقضي على الحساسية من اول برشامة. غير طبعا الادوية بتاعة البرد اللي هي التانية اللي هي العادية بتاعة البرد العادي بتاخد كذا مرة، انما ده من اول برشامة بتحس ان الواحد اتحسن وبدأ ان هو يبقى طبيعي، وتلاقي الانف بدأ بقى ان هي بدأت تتنفس عادي والسيلان وكل ده بيبدأ ان هو يروح. فطبعا حلو جدا. ده بيتاخد ازاي؟ ده بيتاخد برشامتين، مرة الصبح ومرة بالليل، لازم ما بين المرتين يبقى فرق 12 ساعة. ليه؟ لأن المفعول بتاعه ممتد، يعني البرشامة بتعمل مفعول على المدى الطويل، فحلو جدا. فممكن تستكفي برشامة واحدة، ده بالنسبة للناس اللي هي عندها حساسية، فممكن تستكفي برشامة واحدة. طيب ايه بقى وظيفته تاني بره بقى الحساسية؟ بيعمل ايه؟ ده بيقلل ألم السنان، ان هي الناس اللي عندها ألم في السنان حاد ومش عارفة تاخد ايه، مسكن او حاجة قوية، ده بيقلل ألم السنان وبيخففه وبيبقى كمسكن بيهدي خالص معاك، وبرده مفعوله على المدى الطويل. كمان بيعالج نزلات اللي هي البرد القوية بيعالجها. كمان بيعالج ايه تاني؟ بيعالج اللي هي النزلات الشعبية. كمان بيقضي على السعال الشديد، الناس اللي بتقعد تكح كتير بيقضي على السعال الشديد. وكمان في ميزه تانية ان هو بيعالج التهاب العين، يعني الناس اللي عندها عينها ملتهبه او بتفرز دموع بطريقه جامده برضه بيعالج التهاب العين. وكمان بيعالج اللي هو الناس اللي عندها صداع نصفي او بيبقى عندها صداع، فهو برضه من وظيفته ان هو بيعالج الصداع النصفي، لان برضه العلاج الصداع ده بيبقى للناس اللي هي عندها حساسيه فمن ضمن الاعراض، فبرضه بيعالج النقطه دي. فكمان بيستخدم كمسكن للصداع النصفي، وكمان بيستخدم كمسكن لألم العضلات بتاعة الجسم، يعني لو عضلات الجسم موجوعة او الجسم موجوع فبيقلل وبيسكن الألم، فمفيد جدا كمسكن كمان حلو جدا. طيب ده ينفع للي هو طفل اقل من 12 سنة؟ لا، مفيش حد ينفع ان هو ياخد البرشام ده اقل من 12 سنة، تمام؟ يبقى ده ما ينفعش للاطفال، خلينا متفقين على كده. دي اول حاجة. تاني حاجة ما ينفعش لمين تاني؟ ما ينفعش لمرضى القلب والشرايين والشريان التاجي ومرضى الاوعية الدموية ومرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم اللي هم عندهم الضغط عالي دايما، وكمان الناس اللي عندها الغدة بتفرز اللي هي بتبقى افرازاتها كتير، او اللي هي الغده بتبقى نسبتها عاليه، الناس اللي عندهم الغده عموما ما ينفع لهمش نهائي. فطبعا خلينا عارفين الحاجات دي عشان ما تروحيش تجيبي تقولي لا انت قلتي كذا، لا انا بقول لك برده الناس اللي عندها القلب، شرايين، مرضى الشريان التاجي، عندهم الضغط اللي هو الضغط عالي دايما، عندهم اوعيه دمويه، عندهم الغده، عندهم السكر، الناس دي العلاج ده ما ينفعهمش، محدش يجيبه. الاطفال اقل من 12 سنه ما يتجابش. طيب في ايه كمان ما ينفعش ان انا استخدمه فيه؟ ما ينفعش ان انت دلوقتي تبقى رايح تسوق وتاخد برشامه من ده، لانه بيتقل الدماغ، بيسبب النعاس. عايز اقول لك كمان ان هو في كمان ميزه، ان هو لو واحد حاسس بالارق او مش جايله نوم، ده بيخلي الواحد بمجرد ان ياخد برشامه بيحس ان دماغه تقلت فبينيم، فبيهدي الاعصاب ويخلي الواحد ينيم. فلو حد بيشتكي من الارق فده حلو جدا كمان لحوار الارق، بيقضي عليه وبينيم وبيهدي الاعصاب، تمام؟ فلو انت دلوقتي رايح تسوق، خارج، رايح مشوار، مسافر، عندك اي حاجه، اوعى تاخد اي برشامه من ده، عشان هتقل دماغك وهتخليك مش قادر ان انت تبقى موزون، وممكن تبقى عايز تنام فممكن تنام في الطريق او كده. فلا، فده لو هتاخده يا ريت المره تبقى قبل النوم، لو هتستخدمه مرتين فالمره الصبح ومره بالليل وعلى تباعد، يعني فرق ما بينهم يبقى 12 ساعه، عشان المفعول بيبقى على اللي هو المدار الطويل، يعني على فتره طويله هيقعد معاك البرشامه تعمل معاك مفعول طويل. فانا بنصح هي برشامه بالليل قبل النوم، بحيث طول النهار الناس عندها مشاوير، الا بقى لو ست بيت قاعده في البيت وخلصت اللي وراها واخدتها مثلا الصبحيه كده، وتبدا ان هي بقى ايه، لو عينها غفلت نامت قعدت ميبقاش عندها اي مشكله، انما لو شغاله لا بلاش، لو برضو راجل شغال او عنده اي حاجه لا بلاش، بحيث ان انت لو تاخد البرشامه لا يبقى خلاص كده انا هاخدها وهدخل انام، فانا مش ما عنديش اي مشكله، اما هاخدها وانا قاعد في البيت، نمت قعدت ما عنديش اي مشاكل، لانه بيتقل الدماغ. بس كده يا جماعه، ده كان الريفيو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.